مجموعة الكلمات اللي عندي في الدرس الخامس مرة تانية قلنا ريسبوند بمعنى يستجيب أو يرد، وقلنا بيجي لي معاها حرف جر تو زي ريبلاي برضو تو. مدين ديس أجري قلنا بمعنى يرفض، وأقدر أقول هنا ديس أجري تو لو جاي لي بعدها مصدر ديس أجري ويز شخص، أي أجري ويز أو ديس أجري ويز، يتفق مع شخص أو لا يتفق مع شخص. بولايتلي قلنا هي الأدفيرب من الصفة بولايت بمعنى مؤدب، يبقى معقول هنا هي بيهيفز بولايتلي يعني بيتصرف بأدب. سجست كفعل قلنا من الأفعال اللي بيجي لي بعدها أي إن جي، سجست جوينج أو فيزيتنج أو بلاينج. أرينج قلنا فعل بمعنى يرتب، سويمنج بول حمام سباحة، سكرايب كفعل بمعنى يوصف، أوبينيونز قلنا آراء، فيلينجز مشاعر أو أحاسيس، فاينل النهائي، ديزيجن بمعنى قرار، وقلنا قبل كده عندي الفعل منها decide to اللي هي أقرر أنا اللي بيجي لي بعدها مصدر، وبيجي لي هنا قبل الفعل decision اللي هي make decision يتخذ قرار make decision. reply قلنا هي نفسها respond بمعنى رد أو يرد. بعد كده مديني بعض الكلمات زي الأورمان gardens، trip، review، correctly اللي هي بشكل صحيح كadverb، ايزلي بسهوله برضو كادفيرب عندي، بيقول لي خلي بالك بقى مش كل ال واي بسميها ادفيرب، مش كل ال واي ظرف، انا عندي ال واي تانيه زي لافلي اساس الكلمه بتنتهي بال واي ولكنها ادجكتيف دي صفه، يبقى لافلي هنا صفه بمعنى جميل او جذاب صفه وليست ادفيرب. خدايف اللي هو الخديوي او لقب حاكم مصري، خديفي بمعنى الخديوي. اونلاين بمعنى متصل بالانترنت وعكسها طبعا اوف لاين، واقدر استخدمها كادجكتيف صفه واقدر استخدمها ايضا كادفيرب، فاقدر اقول وستادي انجلش اونلاين يبقى كده اونلاين هنا ادفيرب، وستادي اونلاين انجلش يبقى هي صفه للانجلش بمعنى متصل بالنت او عبر الانترنت، يبقى لو جايه لي قبل اسم صفه لو جايه بعد فعل تبقى ادفيرب. ريدي كصفة بمعنى جاهز أو مستعد، بقول invitation بمعنى دعوة والفعل منها invite يدعو اللي بيجي لي بعدها حرف الجر تو. nearby معناها هنا بالجوار أو قريب، invite قلنا يدعو ويجي لي بعدها تو. أهم كلمات في الدرس الأخير مديني كلمة century اللي قلنا عليها 100 years. indoors كظرف عندي بمعنى بالداخل معناها inside a building. البوتري وان صناعة الأواني الفقارية اللي هي البوتس والبليتس والكابس دي كلها مصنوعة من الكلي الصلصال. جولري اللي بمعنى مجوهرات. بريتسينج ذا بيبول وير حاجات جميلة الناس بترتديها زي الرينجز الخواتم أو النيكلسز دي بسميها جولري. باجي بعد كده لتصريفات الأفعال مديني ميت أب أو ميت، الفعل ميت الماضي منه ميت، طيب وميت اب معناها يتقابل، يبقى ليتس ميت اب معناها يلا نتقابل، الماضي والتالت طبعا ميت. برينج كفعل الماضي منها بروت، اما بريك بروك بروكن. هاجي بعد كده لجزئيه الكولوكيشنز او التركيبات اللي عندي، مديني الفعل ميك، ما احنا قلنا ميك ديزيجن يتخذ قرار، ميك سجستشن معناها بيقدم اقتراح، فاقدر اقول لك That was the suggestion my dad not my dad did ولا gave، لا هقول لك my dad اسمها made، ليه؟ لأن أصل الفعل اللي عندي اللي بستخدمه مع suggestion make، يبقى make suggestion زيها suggestion اللي أنت made عملته، يبقى make suggestion. make a plan معناها يخطط أو يعد خطة، ميك لانش معناها هنا بيجهز الغداء او مع اي وجبه، ميك شور على بعضها اللي هي بيشور، ميك شور يعني بيشور كن متاكد او يتاكد. اما بالنسبه لي الفعل دو فاضل اقول دو مع اي حاجه خاصه بكلمه ورك، دو هوم ورك، دو هاوس ورك، دو اني ورك، ايضا مع جوبز دو جوبز، دو سمثينج يقوم بعمل شيء، دو سبورتس قلنا بمعنى بلاي سبورتس بيمارس العاب، دو اكتيفيتيز بيمارس نشاط. بالنسبه لي الجزء الخاص بالسينونيم والانتونيمز
بقول هنا اوت سايد اللي معناها اوت دور، وعكسها انسايد وان دور، وهم في الحالات اللي قدام حضرتك ديت كده طبعا انسايد بالداخل وان دور بالخارج، واقدر اقول هنا ان دور صفه بمعنى داخلي، وايضا اوت دور صفه بمعنى خارجي. اما اوت دورز قلنا ظرف بمعنى بالخارج او في الخارج اللي بتعني اوت سايد، وعكسها في الحالات دي يبقى ان دورز. يبقى لو بالاس عكسها بالاس، لو بدون الاس كصفه عكسها بدون الاس كصفه. بولايتلي كظرف عندي بمعنى بادب، معناها كايندلي بشكل في شياكه شويه او نايسلي، عكسها ام بولايتلي بقله ادب او بوقاحه. ريمبر كفاعل بمعنى يتذكر، اللي هي بتساوي كلمه ميمورايز يتذكر، وعكسها فورجيت ينسى. اجري يوافق او يتفق معناها اكسبت، يبقى عندي حاجه اسمها اكسبت وريفيوز. اكسبت يقبل، زيها اجري، زيها الاو يسمح. عكسهم ديساجري، يبقى اجري وديساجري. وعندي ريفيوز هي عكس اكسبت، يبقى اقدر اقول ان ريفيوز وديس اجري هم عكس اجري. بعد كده الجزء الخاص بالبرفكس والسفكس، مديني الدي اي اس في بدايه الكلمه عشان اديك الاوبزيت من الكلمه اللي عندك، فعندي اجري وعكسها ديس اجري. الاي ام زي بيشنت وامبيشنت، زي بولايتلي وامبولايتلي، او بولايت وامبولايت. يبقى الاي ام بضيفها قبل كلمات بتبدأ بالبي أو بتبدأ بالإم عشان تدينا عكسها. نركز في الكلمات اللي جاية دي اللي هي الصفات الخاصة بالاتجاهات. الإي آر إن، الإي آر إن هنا لما نضيفها للاتجاهات الأربعة اللي عندنا هتدينا adjectives. يبقى عندي northern، عندي southern، عندي eastern، عندي western. طب الإي آر إن هنا قلنا إدتنا adjective صفة. الإي آر اللي هتكون هنا الناون، والناون هنا من الفيرب زي جاردن وجاردنر اللي هو الجنايني او تيتشر وهكذا. الاي او ان طبعا بتديني الناون زي سجست وسجستشن. ده بالنسبه لكلماتنا النهارده. طيب بالنسبه للنوتس الملحوظات اللي عندي قلناها واحنا بنتكلم برضو، اللي هو استخدامي لاندور او الدور باعتبارهم صفات يجوا قبل الاسم، اما اندورز واو الدورز باعتبارهم ادفيرب ظرف ياتي بعد الفعل او في نهايه الجمله. فاقدر اقول لك هنا هاند بول اند فولي بول ار اسمها اندور سبورتس. ما ينفعش اقول له اندورز، لا ما ينفعش اقول له اندورز، لا تمام. بيقول لي هنا اسمها اندور سبورتس. طيب ده الفولي بول والهاند بول، هي اندور سبورتس ازاي اساسا؟ هي اندور ولا اوت دور المفروض يا اولاد؟ اوت دور. اوت دور المفروض، اللي هي المهم ان هي اوت دور مش دورز، تمام. اما بالنسبه للاندورز واوت دورز قلت بستخدمها كظرف في نهايه الكلمه، يعني اقدر اقول فوتبول از بلايد اوت دورز. ما ينفعش اقول اوت دور، لا ما ينفعش اقول اوت دور. I'd prefer to go somewhere indoors. وإيه الكلام ده؟ I'd prefer to go somewhere. أحب أفضل إن أروح مكان بالداخل. قول يا سامي. سير الهاندبول اندور. اندور إيه يعني؟ هو قصده اندور داخل اللي إيه؟ داخل الكلاب مثلا ولا إيه؟ وزيها الفولي بول؟ أيوه. باعتبار إن هي بتلعب بالداخل الاستاد أو داخل النادي؟ ايوه ده قصدي. تمام، ده قصده هنا لو اندور هنا، انما المفروض الاندور عامه اللي هي حاجه داخل الهوم، داخل البيت زي التشيس مثلا كده. تعال نشوف نقطه تانية. مديني كلمه اوبن، اديني كلمه اوبن بمعنى يفتح او مفتوح. شفناها قبل كده كصفه، كصفه بمعنى مفتوح. فاقدر اقول ذا شوب از اوبن، مش اوبند ولا اوبننج. فانا اقول للعمان جاردن اوبنز ات، معناها بتفتح الساعه كذا. شوبز ار يوجوالي اوبن، واوبن هنا صفه. انا لو بقول لك حدد لي نوع الكلمه اللي موجوده في النقطه الاولى اوبنز هقول عليها فيرب، في النقطه الثانيه اوبن هسميها ادجكتيف صفه.
بعض التركيبات اللي موجودة عندي زي disagree politely. disagree politely معناها يرفض بأسلوب مهذب. بلاي a computer game، بلاي عامة مع أي جيمز. give an answer معناها reply ومعناها respond ومعناها answer، يبقى give an answer يعني answer. check work معناها revise، بيفحص. That sounds like a great idea. ده طبعا جملة بقولها لما انت بتقدم لي اقتراح او فكرة عجباني، فانا بقول لك that sounds like a great area idea، اللي هي good idea او great idea. get married على بعضها بمعنى يتزوج، والماضي منها got married، يبقى اقدر اقول he got married. take a boat زي ما قلنا قبل كده، take a plane او take a train معناها يستقل او يركب الحاجه دي. ميت اب قلنا معناها ميت، يتقابل. اجري ويز يتفق مع شخص. اجري اون يوافق على شيء، على فكره. ريبلاي تو يرد على، قلنا بتساوي انسر تو او بتساوي ريسبوند تو. ثينك اباوت يفكر فيه او ثينك اوف. جو اون افيري معناها يركب او يسافر بالمعديه او العباره. اون ذا ريفر في النهر. مديني فور لانش معناها على وجبة الغداء، فور لانش. ثانك يو فور شكرا على. ارينج تو معناها يرتب لي حفلة مثلا او غيره. ات انير باي شوب معناها في متجر مجاور او بالقرب. تعالى لي لجزئية السكيلز. قلنا كل شغلك في الدرس ده عبارة عن ديالوجز، اللي هي النقطة الأولى بقول هاي، would you like to meet up tomorrow؟ تحب نتقابل بكرة؟ تحب نتقابل بكرة؟ would you like to meet up tomorrow؟ تحب نتقابل بكرة؟ قال لي هاي هاي. that would be great، دي حاجة كويسة يعني عجباني الفكرة. shall we go to the sports center؟ shall we go؟ ومن هنا باجي الجملة يا حلوين اسمها جملة suggestion، جملة اقتراح. يبقى شال اي او شال وي هنا اسمها جملة suggestion، اقتراح. ايه رأيك؟ شال وي جو تو سبورت سنتر؟ ايه هنروح السبورت سنتر؟ قال لا اي ام نوت شور، انا مش متأكد قوي. اي هيرت ماي ليج، لان انا طبعا رجليا متصابة دلوقتي، سو اي كانت بلاي، مش هقدر العب اي سبورتس ات ذا مومنت. معنى كده ان الفكرة مرفوضة. او دير، او دير هنا معناها يحزني، يا لهوي، يا للأسف، يعني برضو بتتقال في موقف محزن. أدير shall we go to the park then؟ طيب خلاص بقى طالما مش هنروح السبورت السنتر، ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ shall we go to the park؟ ايه رأيك نروح الحديقة؟ maybe، ربما. but it's a long way to walk، المسافة بعيدة عشان نروح البارك. it's a long way to walk. I'd prefer to، افضل ان. go somewhere indoors، I'd prefer to go somewhere indoors، احب ندخل جوه مكان او افضل مكان داخلي. okay، how about the museum، ايه رأيك في الميوزيوم، في المتحف؟ how about، جملة اقتراح تانية. perhaps، ربما. but it's always busy، ولكنه دايما busy، زحمة. on Saturdays، ايام السبت. okay، so what would you like to do؟ قول لي بقى، انت غلبتني معاك، قول لي what would you like to do؟ تحب انت، انت عايز تعمل ايه؟ الله I think it would be nice، اعتقد انه هيكون الامر كويس ولطيف، to watch a computer game، نتفرج على computer game. there is a new one، في لعبة جديدة، which lets you practice your English، بتخليك تمارس الانجليزي بتاعك، practice English. that sounds like a great idea، اللي هي that's a great idea. why don't you، قلنا طبعا جملة اقتراح تانية اللي هي why don't، فاعل مصدر. why don't you come to my house، ليه ما تجيش عندي البيت. I'd love to، I'd love to معناها it's a great idea، فكرة جيدة. I'd love to معناها I agree، أنا موافق، عجباني الفكرة، I accept it. I'd love to، thanks، خلاص، حابب طبعا أن أجيلك. see you tomorrow، أشوفك بكرة إن شاء الله. وقلنا اللي بيقول لي see you هقول له see you أو bye bye. ده بالنسبة للجزء الخاص بـ
الدرس الأخير كجزئية language functions أو وظائف لغوية اللي هي بتأهلك لسؤال المحادثة. تعال نشوف قايل لنا إيه هنا في الكلمتين دول. جزئية الريدنج: visit the Lorman Garden، تعال زور حديقة الأنماط. learn about how غدابي إسماعيل asked a famous French، اتعلم إزاي الراجل ده الخديوي ده طلب من famous French gardener، gardener جنايني أو بستاني فرنسي مشهور، to plant a forest، إنه يزرع له forest in the 19th century، في القرن ال 19. find out، بيقول لي find out يعني discover، how the Ormond Garden became famous، إزاي أصبحت مشهورة في التنس في العشرات أو سنة 1910. learn how the garden protects many important plants، ازاي الحديقه ديت بتساعد على الحفاظ، بتحمي many important plants and trees، نباتات واشجار مهمه. see plants trees and flowers that grow nowhere else، grow nowhere else يعني don't grow anywhere else، لا تنمو في اي مكان تاني in Egypt. اللوكيشن طبعا دو ستريت جيزه. تعال لي بعد كده لجزئيه تانيه بيفكرني بشكل الايميل، بيفكرنا بشكل الايميل. Well hi عزه، I am looking forward to our trip to الأورمان جاردن. حبيب قلبي، قلنا طبعا قبل كده look forward to بيجي اللي بعدها هي اسمي ing، فلما اقول look forward to our trip يعني انا مشتاقه، انا منتظره بفارغ الصبر الرحله بتاعتنا لحدائق الأورمان. The garden opens، هيبدأ هنا يطبق لي الجرامر بتاعنا. The garden opens، بتفتح at 9 a.m. and it takes about an hour to get there by car، وطريقنا لحد ما نوصل هناك هياخد مننا about one hour، ساعة، by car بالعربية. What time shall we come؟ احنا قلنا shall هستخدمها في طلب اقتراح او لتقديم اقتراحات وافكار. يبقى what time shall we come to get you، نجيلك امتى، نعد عليك امتى عشان ناخدك. the online reviews، the online reviews معناها المقالات النقدية، الآراء اللي مكتوبة are fantastic، الآراء اللي موجودة online رائعة. يبقى online هنا حلوين adverb ولا adjective؟ لا يا ادجكتيف لانها جايه قبل الاسم اهوت، صفه لانها بتوصف الريفيوز، يبقى ذا اونلاين ريفيوز ار فانتاستيك، رائعه. ذا جاردن از فيري بيج اند ذير از لوتس تو سي، هناك الكثير لرؤيته او مشاهدته. ميك شور، اتاكدي ذات يو وير كمفورتبل شوز، ان انت بترتدي حذاء مريح. اي ام سيندينج يو ا ماب، هبعت لك خريطه of the garden. You can see wild flowers، هتشوف طبعا نباتات and plants from all over the country. There is also a small lake، في بحيرة صغيرة and a museum. What would you like to see first، تحب تشوفي ايه الاول؟ We could، وكود هنا جملة اقتراح برضو، جملة من جمل الاقتراح اللي بستخدم فيها كود والمصدر. We could bring some food، طبعا نقدر نجيب معانا اكل with us، or we could go to a nearby cafe for lunch، يعني بامكاننا ناخد معانا اكلنا او نشتري من اي كافيه بالقرب. for lunch طبعا قلنا قبل الوجبات هستخدم for، انما لو قال لي lunch time at. تمام. What would you prefer، تحب ايه او بتفضل ايه؟ There is also a lovely shop، محل جميل near the garden that sells، اللي بيبيع pottery and jewelry. See you Saturday، اشوفك السبت ان شاء الله ريم. على لي بعد كده للاكسرسايز. الجملة الأولى بيقول لك ديف اسماعيل اسك ذا فيمس فرنش، هو طلب من مين انه بلانت؟ هو مين اللي بلانت؟ gardener، مين اللي بلانت؟ طبعا طلب من الجاردنر، طلب من الجاردنر. هشام was born in 81 which was in the last، هي 81 سنة 81 دي كانت في اللاست سنشري، في القرن الماضي، في اللاست سنشري.
The children played today because it was very hot outside. الجو حر بره، يبقى الولاد لعبوا ايه؟ اندورز indoors. indoors indoors. طب ليه ما قلتش indoor؟ لان هنا جايه لي بعد الفعل، يعني انا عايز ظرف، والظرف اسمه اس، يبقى indoors. يبقى the children played indoors because it was hot outside. الجو كان حر بره، لعبنا جوه. number four، animals live in the forest. الفورست مشهورة بأي نوع من الانيمالز اللي قدامك؟ الوايلد انيمالز. I need comfortable shoes because I am going to walk. outdoors walk طبعا outdoors comfortable لأن هتمشى كتير outdoors، يبقى outdoors. No one liked Adams about the trip. All his friends disagreed. كل أصحابه disagreed. لم يوافقوا طبعا، ما وافقوش على السجستشن بتاعه، على اقتراحه، يبقى اسمها عادي سجستشن. مين ذا بوتس وبليتس؟ اني بوتري بقى؟ بوتري طبعا اللي هي تي تي ار واي، بوتري. نمبر 8 بيقول لي مين ذا بريتي ثينجز ذات بيبول وير ساتش از الرينجز والنكلسز. جولري ده تعريف كلمة جولري. A period of 100 years. ده السنشري. إنما لو قال لي 10 years هقول له الكلمة ده اهي. لو قال لي 10 years هقول له ديكيد اللي هو العقد 10 سنين. إنما السنشري القرن، وهي دي المطلوبة عندي. بيقول لي to get the antonym of the word politely. عايز اجيب عكس politely، بنضيف قبلها بريفكس اسمه I am. I am. We add the prefix هنا prefix سابقة to the word agree عشان تديني ال opposite. Agree و disagree. Agree و disagree. Number 12. The word outdoor is the opposite of outdoor عكسها اندور اور اور. ها بيقول لي ميمورايز كلمه يتذكر has the same meaning of remember. ميمورايز يعني remember، وعكسهم طبعا forget. The noun north can be adjective. north وساوز الاتجاهات الاربعه باضافه الاي ار ان. You must speak politely with your teachers. The synonym of the word politely. معنى politely معناها kindly. My brother is married. Is married next week. اسمها M is R I N G، وال I N G اللي بستخدمه مع married اسمه getting married. هيتجوز، معناها هيتجوز. What time are we going to meet? ميت اب تومورو. تمام. طبعا هنا برضو نفس الفكرة، ان حرف الجر يا احمد يا سامي، حرف الجر هنا مش عشان تومورو ولا عشان فرايداي ولا علشان اي يوم، حرف الجر هنا عشان الفعل اللي قبل النقط، يبقى اسمها ميت اب. تمام. لو جه هنا وقال لي ثانك يو، هي ثانكس او ثانك يو، هستخدمها ليه؟ قلنا طبعا حرف الجر اللي بيجي لي مع ثانكس فور، ثانك يو فور. ذا ديسيجن ماي براذر هاز، اهي نفس الفكره اللي انا قلتها من شويه وانا بشرح لك الحته دي. ذا ديسيجن ماي براذر هاز ميد. هاز ميد، اشمعنى مش اصل الفعل عندي ميك ديسيجن؟ يبقى الديزيجن اللي انت عملته قلته يبقى اسمها ميد. نمبر 20 ماي ماذر فاوند ذا بيكري ايه سو شي بوت. اشترت خلاص، يبقى لا تفاتح، لا تفاتح اوبن. اوبن هنا ادجكتيف طبعا. خلاصه الدرس كله الكام جمله اللي قدام حضرتك ده همت اللي هو خدهم لي من المحادثات، كنت هستفيد بيهم اكتر لو كان عندي السؤال القديم اللي كان بيقول لي رايت وات يو كان سي ان ايتش اوف ذا هولينج سيتويشن، اكتب اللي هتقوله في المواقف، ولكن هستفيد برضو منهم يا باشا. ليه؟ لان انا عندي سؤال محادثه، عندي محادثه، يعني الحاجات دي انا بستخدمها في محادثات. اه طبعا.
مديني بعض النوتس بعد الجزئية ديت، اهيت اخلي بالي من الكم ملحوظة اللي قدام حضرتك. اتفقنا ان الابوستروف دي بريفير تو، قلنا بيجي لي بعدها مصدر، وزيها اخواتها اللي هي ابوستروف دي لايك، ابوستروف دي لاف، ده كله يجي لي معاه تو المصدر. النقطة الثانية وجود بريفير بس، اتفقنا طبعا بقول اي ان جي، اي بريفير واي ان جي، اي بريفير واي ان جي. نيجي لنقطة تانية مهمة عشان ما نتلخبطش وتقول لي السير قال اي بريفير وهنا في بريفير تو يا سير. بريفير تو اللي قدام حضرتك اللي هي بستخدمها للتفضيل ما بين حاجة والتانية، يعني تو اللي هنا معناها بفضل ده عن ده، مش تو المصدرية. تو اللي قدام حضرتك ده اهي ليست تو المصدرية، تو هنا فاصل ما بين ده وده، بفضل ده عن ده. يبقى تو هنا بترجمها عن، بفضل ده اهو الاسم ده عن الاسم ده، او الاي ان جي دي عن الاي ان جي دي. يبقى اقدر اقول اي بريفير ستادينج تو بلاينج، بفضل المذاكره عن اللعب. اقدر اقول اي بريفير انجلش تو ماس، بفضل الانجليش عن الماس. تمام، تعال نشوف مع بعض المحادثة اللي قدام حضرتك، وهو جايبها لي من امتحان اسكندرية 23، يعني السنة اللي قبل اللي فاتت في اسكندرية. نعم، يقول لي كمال ان سامي ار توكينج اباوت سبيندينج ا داي اوت دورز، نفس المحادثة اللي كانت عندك في الدرس دلوقتي، بيتفقوا مع بعض يقضوا يوم بالخارج. وات اباوت سبيندينج ا فان داي اوت دورز نيكست فرايداي، ايه رايك نخرج الجمعة اللي جاية؟ قال له حاجة معينة وقال له شال وي جو تو ذا بيتش. Good idea. يبقى انا طالما قلت له اقتراح يبقى انا عجبتني الفكره، يبقى اقول له Good هنا idea. نايس جريت فانتاستيك جود ايديا، كل ده شغال. المهم اقول له حاجه بتعبر عن قبولي للفكره، يبقى ذاتس I'd love to. انترستنج اي لاف تو، كل ده شغال. بعدها بقول له حاجه معينه قال له ماشي يا عم، كان يو سجست، انت قول لي اقتراح تاني بقى، قول لي مكان تاني طالما مش عاجبك. يبقى شال وي جو تو ذا بيتش، هقدر اقول له هنا I am not sure. I don't agree with you، ماشي. I don't like it، ماشي. قلت لي I have another idea، ماشي. I am not keen، انا مش حابب البيتش، مش حابب البيتش دلوقتي. اديني اي حاجة بتقول انك ما انتش موافق او رافض الفكرة دي. يبقى I am not very keen، ماشي. I am not fond of the beach، ماشي. I don't like it، ماشي. خلاص اتفضل انت قول بقى. Well can you suggest another place، خلاص يا عم طالما مش عاجبك اقتراحي انا اتفضل انت ادينا اقتراح. قال له I suggest going to the park، wonderful، جميل جدا، عجبتني انا اهو. هسألك سؤال تقول لي yes there is a lot of fun in the park، يبقى اقدر اقول له ايه؟ اقدر اقول له ايه؟ ممكن اقول له is there a lot of fun there، ماشي. اقدر اقول له can we have fun there، هو احنا ممكن نستمتع هناك؟ can we enjoy there، ايوه طبعا يا عم، ده في هناك حاجات كتيره تقدر تعملها. بعد كده بسأل سؤال، قال لي there are entertainment stages، مسارح، وفي ريستورانتس، وفي بلينتي اوف رايدز اند كذا كمان. يبقى اقدر اقول له What activities are there in the park? Are there in the park? يبقى اقدر اقول هنا اهوت، انت قلت لي هنا اهوت ان there is a lot to have fun، يبقى what are they، what are they اللي موجود، what are they، ممكن اقول what kinds of، what kinds of entertainment are there، ايه انواع التسالي اللي موجوده هناك. فقال لي في الستيدز وفي الريستورانتس وفي كذا وكذا وكذا. تمام، مين الحد كان رافع ايده عايز يجاوب حاجه؟ لا شيء. قول يا احمد. طب انا ممكن اقول what funny places can we go at the park. تمشي مفيش مشكله، تمشي مفيش مشكله، تمام. بس هو يعني مش كله اماكن هنا، تمام، هي حاجات اهيت اماكن وفي منها
عروض او غيره، يبقى اقدر اقول هنا how can we enjoy there او what things can we enjoy there، ايه الحاجات اللي ممكن نستمتع بها هناك. قلت لك الستيجز والريستورانتس وكمان الرايدز الالعاب وكمان الدولفين شو. اروح بعد كده طبعا ارد هنا على الاقتراح ده او الرد هنا بالاماكن الكتيره دي واقول له that's interesting او Sounds good. sound is good، جميل، wonderful، رائع، اي صفه بتعبر عن حب للفكره دي. تمام، جينا بعد كده طبعا هيكون مع سيادتك اكسرسايز الدرس الاخير بكده، الوحده الاولى خلصت. ناهيلي هنا طبعا بيقول لها شورت ستوري اباوت ا فيزيت تو ان اكزيبيشن، كلمني عن زيارتك لمعرض، زيارتك لمكان. بعد كده طبعا مديني الريفيو، الشكل الجديد في الريفيو عند سيادتك، مديني اهم كلمات عدت في اليونت، مديني جزئيات الجرامر اللي عدت وحروف الجر او المضارع البسيط. تمام، بعد كده طبعا الجزء الاخير الخاص بالسبيكنج يعني خاص بالمحادثات. تعالى لي بعد كده بيبقى مدينا طبعا هنا جزء برضه يعني بيدينا فكرة عن حل سؤال القطعة وحل المحادثات. نركز طبعا على الجزء ده، ده الجديد بالنسبة للكتاب ده، حتة جديدة عاملها الكتاب. الجزء ده بيقول لي نظرة سريعة على القواعد، مديني القواعد بشكل سريع ومبسط، يعني صفحة تعتبر تلخيص التلخيص، تلخيص التلخيص. تمام، حلوة. يعني ممكن استفيد منها. مديني هنا طبعا جزئية تدريب ازاي الحاجات دي بتجيلك في الامتحان. فبيقول لي هنا فرايداي افترنون هقول له اسمها اون، بيقول لي هنا 7 بي ام هقول له دي سيبات، بيقول لي هنا وات تايم داز، يبقى انا محتاج الستارت كفعل في المصدر بعد داز، بيقول لي ذا فيلم اسمها ستارتس طبعا، يبقى مديني نماذج والحل بتاعها. طب تعالى كده نشوف، يلا. بيقول لي اي جو سويمنج ذا افترنون، مع افترنون انا قلت له ان، طب السبب ان مع افتر يوم اللي هي فترات اليوم الثلاثه بس طبعا حرف الجر ان. النقطه الثانيه ذا ترين، هقول له ذا ترين، قال لي ليفز لان دي مواعيد ثابته. وين ذا بلين ارايف اسمها وين داز ذا بلين ارايف. هاو يو يوجوالي جو تو سكول اسمها هاو دو يو، هاو دو يو. تعالى نشوف الجمله الاولى، وات تايم يور براذر جو تو بيد ايفري نايت، does لانه your brother وعندي مصدر اهو جو، يبقى اسمها what time does he go، what time does he go، your brother يعني هي يبقى does. الثانيه children go to school the age of six، the age of six المفروض اسمها قبل اي age، قلنا at. I was born December بس هقول له ان، لكن ده بيقول لي ديسمبر 22 يبقى اسمها اون لان ادتني تاريخ يوم سواء بادئ بالتاريخ او بادئ بالشهر يبقى اون. هي سبيك انجلش، قال لي يس هي داز، يبقى انا بسال بداز هي سبيك، داز هي سبيك. بعد كده بيكون عندي طبعا اهم الاسئله اللي جت في امتحانات المحافظات السنين اللي فاتت، وجايب لي 24 وجايب لي 22 وجايب لي 23، يعني من اول ما المنهج ده نزل كان 22 اول امتحان، السنه الثانيه كانت 23، السنه الثالثه اللي فاتت ديت 24، وانتوا ان شاء الله الدفعه الرابعه. تمام، دي الجمل اللي اتذكرت في امتحانات المحافظات من اليونت اللي انت اخدته، يعني المفروض النهارده سيادتك بتحل الاسئله دي، مفيش نقطه اسمها تقف قدامك. انا قدامي دقيقتين في السيشن ده، تعالى كده نشوف مع بعض سريعا الجزئيه الاولى، سؤال القطعه ده، ها مديني لايف وتريجر وبوليوشن واو الدور وترافيك واو الدورز، مديني اوت دور واو الدورز. تمام، النقطه الاولى بقول نادر انجويز دوينج ميني اكتيفيتيز، ميني اكتيفيتيز نقط، وبعدها قال لي هي لايكس ووكينج اند كامبينج ان ذا ديزرت، خلاص يبقى اسمها اوت دورز، اوت دورز اكتيفيتيز اوت دورز. بعدها هي لايكس كذا ذا ديزرت تو افويد اير بوليوشن، اير اسمها اير بوليوشن، اير بوليوشن. بعد كده بيقول لي هنا زيز، زيز اكتيفيتيز هيلب هيم بتساعده to escape from the نقط
في رمز ايه؟ في رمز ترافيك ترافيك ترافيك، ما عنديش ترافيك غيرها. بعدها بيقول لي هنا زيزا اكتب زي البيم، خلاص هروح بعد كده he find such activities very heavy of لا very interesting، شايف ان هي interesting because he isn't used to doing، هو مش متعود انه يعملها during his everyday life. life. everyday life و everyday هنا صفة بمعنى يومي، حياته اليومية. الجملة الأولى بقول the aquarium has different kinds of فش fish. ها the synonym of the word peaceful، معنى peaceful وايت quiet طبعا، وخلي بالي انها quiet بالسبيلنج اللي قدامي ده. to make the opposite of the word comfortable we use the prefix ان طبعا. تمام، بنكمل بقية الأسئلة اللي قدامنا بنفس الطريقة. وبيكون كده عندي طبعا الامتحان. الكتاب ده في الكتب التانية ابتدائي جايب امتحان واتنين، عندكم جايب لك برضه امتحان واحد بس، انما ده الازهر ما نسيب مالناش دعوه بيه. وكده بروح للوحده التانية ان شاء الله. بكده سيادتك جاهز بالوحده الاولى، اي سؤال يقابلك في الوحده الاولى، عندك نماذج او في مذكرات او في كتب خارجيه عايز تشتغل فيها اشتغل فيها وانت مطمن. تمام تمام. تمام يلا.